في سبيل تحقيق أهدافها في القضاء على حماس، توعدت إسرائيل بالقضاء على قياداتها ليس في غزة فقط، إنما في الخارج وعن طريق تنفيذ الاغتيالات. هذه النوايا الإسرائيلية كشف عنها رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شين بيت في تسجيل بثته هيئة البث العامة الإسرائيلية المعروفة بإذاعة كان العبرية، حيث قال علناً إن إسرائيل ستلاحق حماس في الخارج، مضيفاً لقد حدد لنا مجلس الوزراء هدفاً كما يقول الشارع وهو القضاء على حماس، هذا هو ميونخ الخاص بنا وسنفعل ذلك في كل مكان في غزة والضفة الغربية وفي لبنان وتركيا وقطر. سيستغرق الأمر عدة سنوات لكننا مصممون على القيام بذلك. ورد في كلام رئيس جهاز الشبك كلمة ميونخ أو ميونخ الخاص بنا، وهو يريد بذلك الإشارة إلى رد فعل إسرائيل على مقتل 11 شخصاً من أفراد الفريق الأولمبي الإسرائيلي عام 1972 على يد مسلحي منظمة أيلول الأسود الفلسطينية. تلك المجموعة هاجمت الفريق الإسرائيلي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ميونخ بألمانيا وقتلت 11 رياضياً إسرائيلياً، لكن إسرائيل عملت على القضاء على أفراد المجموعة عن طريق الاغتيالات الخارجية بعدما أعلنت عنها رئيسة وزراء إسرائيل جولدا مائير في عملية سمتها غضب الرب، نفذت في عدة دول واستمرت لعدة سنوات من تعقب واغتيال لأعضاء منظمة أيلول الأسود. التوعد الإسرائيلي باستهداف أفراد حماس لاقى رداً من الحركة، وهذا ما أدلى به المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي طاهر النونو في بيان صحفي يقول إن هذه التهديدات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة التي ذكرها قادة العدو ومساساً مباشراً بأمنها، ما يستدعي ملاحقة العدو ومحاسبته على تطاوله وغروره. هذه التهديدات تعكس المأزق السياسي والميداني الذي يعيشه العدو. مشاهدينا، قائمة القياديين في حركة حماس في الداخل والخارج كبيرة، ومن تلك الأسماء من يقيم في قطر وتركيا ولبنان. قطر طبعا تستضيف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة وخالد مشعل عضو المكتب السياسي، ومن أبرز الأسماء أيضاً يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، والذي أدرجته الولايات المتحدة في سبتمبر أيلول 2015 على لائحتها السوداء للإرهابيين الدوليين. هناك أيضاً اسم محمد الضيف الذي يتزعم كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، وعلى القائمة أيضاً مروان عيسى أو رجل الظل واليد اليمنى لمحمد الضيف، وهو نائب القائد العام لكتائب عز الدين القسام وعضو المكتب السياسي والعسكري لحركة حماس. وأيضاً القيادي محمود الزهار الذي حاولت إسرائيل اغتياله عام 2003 لكنه نجا من المحاولة. طبعا منذ تأسيس حركة حماس عام 1987 اغتالت إسرائيل العديد من منتسبيها وقادتها. إليكم أبرز الأسماء في هذا العرض. Thank you.
شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينج. سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.